لمناقشة العقوبات الأمريكية على إيران والإعفاءة الجديدة بخصوص الطاقة النووية، معنا هاتفيا من صيدا السيد حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات. مرحبا بك أستاذ حسان. إذا أمريكا تصعد لهجتها ضد إيران، فوصفتها الخارجية الأمريكية بأن إيران راعي الأكبر للإرهاب في العالم، إلى ما يوحي هذا التصريح؟ الولايات المتحدة قلقة من المشروع النووي الإيراني، لأن إيران تملك مشروعا صاروخيا، الأسلحة النووية أو القدرات النووية. ما لم تملك قدرات صاروخية لا قيمة لها، والأسلحة الصاروخية إذا كانت لا تستعمل لإطلاق قذائف نووية يبقى تأثيرها محدود ومفعولها محدود. لذلك الولايات المتحدة والدول الغربية قلقة جدا من المشروع النووي الإيراني مع وجود النظام الصاروخي الذي يتطور باستمرار لدى إيران، ومع تزايد المسافات التي تقطعها هذه الصواريخ. ما هذا يعني أن أوروبا وحتى مستقبلا قد تكون الولايات المتحدة عرضة لوصول الصواريخ الإيرانية لإصابتها وهي مسلحة بقدرات نووية. لذلك التركيز الأمريكي على المشروع النووي الإيراني والحد من قدراته ومنع إيران من تطوير قدرات نووية يهدف إلى حماية قدرات أمريكا من أن يكون لها منافسة في المنطقة، خاصة ما أن إيران إذا امتلكت القدرات النووية يصبح التعامل مع هذا النظام أصعب وأقل قدرة الولايات المتحدة على التأثير عليه، وبالتالي تصبح إيران قادرة على لعب دور إقليمي أكبر والتأثير على الساحة الإقليمية أكثر. ولكن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن بلاده ستقاوم مخططات واشنطن ضد بيع نفط بلاده. هل بإمكان إيران الالتفاف على العقوبات وعلى ما ستعتمد برأيك؟ لطالما حاولت إيران الالتفاف على العقوبات وتجاوز العقوبات وتستخدم ممرات متعددة، منها العلاقة مع العراق، واستعملت أيضا موضوع السفن التي لا تحمل أعلاما إيرانية. هناك طرق عديدة تستعملها، ولكن لا يمكن احتواء اقتصاد وبناء اقتصاد ودعم مشروع حرب كالمشروع الإيراني بواسطة تهريب بعض النفط أو بعض القدرات النفطية. هذا ليس منطقيا. إيران فعلا تعاني من حصار شديد، وخطاب ممثل خامنئي بالأمس الذي دعا الشعب إلى أن يتحمل الصعوبات وأن يمارس اقتصاد المقاومة يؤكد أن هناك فعلا ضائقة اقتصادية ضخمة في إيران. ثم أن الإنفاق على مشاريع عسكرية سوف يؤثر سلبا على الاقتصاد الايراني. المواطن الايراني ينتظر خدمات، ينتظر تامين المستلزمات الاساسيه، ينتظر ان تؤمن له الدوله الايرانيه كل ما يطلبه من حاجات طبيه وغذائيه ولغير ذلك. مع تضاءل القدرات الايرانيه الماليه مع منع تصدير النفط الايراني، يصبح بامكان ايران الانفاق بشكل اقل على صناعتها العسكرية وتطوير منظومة الصواريخ أو المنظومة النووية، وبالتالي أي إنفاق إضافي على هاتين المنظومتين سيؤثر سلبا على الواقع الاقتصادي الإيراني، مما يثير الشعب الإيراني ويثير انتفاضات ومظاهرات وإلى آخره. ولكن الولايات المتحدة تسعى إلى التغيير من الداخل. نعم. هي قالت علنا أنها لا تريد تغيير النظام، إنما تريد تصويب سياسات هذا النظام. ولكن مع هذا الضغط الاقتصادي الكبير سوف يترك أثرا سلبيا في الداخل الإيراني، والمؤتمر الذي عقد في لندن منذ أيام للأقليات الإيرانية والتي طالبت بحق تقرير المصير. نعم. هذا مؤشر سلبي على أن هناك حراكا داخليا بدأ يتم الإعداد له. ثم عقد أيضا في أربيل في كردستان العراقية مؤتمرا كرديا للدفاع عن أكراد إيران وللوقوف عند مطالبهم ومساعدتهم على تحقيق مطالبهم المشروعة. إذا بدأ الحديث عن أقليات في إيران، عن مطالب مشروعة في الداخل، مع تضاءل القدرات الإيرانية المالية مع ضعف الاقتصاد. ولكن استاذ حسان، مع زيادة القلق، كيف تفسر هذه التصريحات الإيرانية والتهديد؟ يعني إيران هددت البحرين بخصوص مضيق هرمز، هل بإمكان إيران أن تغلق هذا المضيق فعليا؟ إيران لا تملك القدرة على إغلاق هذا الممر المائي المهم، لأن إيران هي أيضا تستعمله. إيران تحاول الإيحاء
بأنها قادرة على لعب دور أكبر على الإضرار بالآخرين إذا ما تم الإضرار باقتصادها وتأثير بعض العقوبات عليها. وهي تحاول أن تنقل المعركة إلى خارج إيران، إلى البحرين، إلى لبنان، إلى سوريا. تريد دائما أن يكون الصراع خارج أراضيها وعلى أراضي الغير، واستخدام أدوات خارجية غير إيرانية مثل حزب الله، مثل الحشد الشعبي، مثل الحوثيين. تريد دائما أن تستخدم أدوات للتأثير على الآخرين والإيحاء بأنها لاعب أساسي في المنطقة. أي إضرار بإيران سوف ينعكس سلبا على الدول التي تؤيد السياسات المعادية لإيران، لكن هذا يبقى في إطار إعلامي أكثر ومحاولة استيعاب الغضب الإيراني، الشعبي الإيراني، على نظامه السياسي الذي يقوده من معركة إلى معركة ومن ضائقة إلى ضائقة أخرى. هذا كلام إعلامي لا يمكن أن يترجم بشكل جدي على الساحة الدولية والساحة الإيرانية. شكرا جزيلا لك سيد حسن القطب، مدير مركز اللبنان للأبحاث والاستشارات.